يعني لو احنا بنتكلم على السلبيات والإيجابيات، أعتقد السلبيات أكتر، إن احنا نحصد المركز الرابع في البطولة وننهزم المنتخب القطري وقبليها من المنتخب التونسي بنيران صديقة. حتى اللعيبة الجدد اللي احنا تم اكتشافهم أعتقد إن هم بنسبة كبيرة مش هيكونوا متواجدين في كأس الأمم الأفريقية لو كان اختيارات مستر كارلوس كروش سليمة يعني. فما اعرفش يعني السلبيات اكتر من الايجابيات. يعني الناس اللي ممكن تقول لك استفدنا من لعيبه جدد زي احمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، حسين فيصل، احمد ياسين، محمد عبد المنعم، مروان حمدي. لكن على ارض الواقع لما تيجي تشوف اللعيبه الناقصه كمحترفين او لعيبه بيراميدز، اعتقد فرص اللعيبه اللي هي الجدد دي هتكون قليله جدا في القائمه النهائيه اللي بتضم 23 او حتى على مستوى الخمسه الاحتياطي. هو الطبيعي والمنطقي بعد ما شفنا المستوى، احنا لازم طارق حامد يكون متواجد في المنتخب، لازم يكون من العناصر الموجوده في المنتخب من ضمن 23. احنا ما بنفرضش لاعب انه يلعب اساسي غصب عن المدير الفني، لكن لاعب بيمتلك كل هذه الخبرات حرام ما يكونش متواجد، خصوصا في بطوله فيها تصنيف اول من اللعيبه اللي بيلعبوا في كل الدول الاوروبيه، لابد ان يكون طارق حامد متواجد من ضمن القوام الاساسي لمنتخب مصر. دماغ الراجل مش عارف هتودينا لفين يعني، لان البرتغاليين دايما في عندهم عند في الراي وفي القرار وعندهم اصرار على فكرهم حتى لو غلط. بالطبيعي منطقي كلام على الورق السنغال، الجزائر، المغرب، دي اقوى ثلاث فرق من وجهه نظري مرشحين للفوز. ندخل معهم المنتخب الكاميروني صاحب الارض والجمهور. بتاع مصر احنا ما خدناش بطوله العرب، هناخد بطوله الامم. يعني طبيعي ومنطقي حتى لو انضم لينا صلاح وانضم لينا مصطفى محمد وعمر مرموش، لا. والناحيه الثانيه انت كنت بتلعب الجزائر الفريق الثالث يعتبر، بتلعب المغرب الفريق الثاني، بتلعب قطر فريق يعني اقل من العادي، تونس فرق برضو عاديه يعني، معظم اللعيبه بيلعبوا في الترجي وفي بتاع اللي هو الاهلي بيكسبهم والوداد، سوري الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، يعني مستوانا بعيد، لازم نعترف بده. باللي انا شايفه ده تونس هو اقرب فريق لمستوانا يعني. انا شايف ان السنغال افضل مننا والمغرب والجزائر، وقد تكون ايضا نيجيريا افضل مننا ونلاقي صعوبات يعني. لكن قولا واحدا تونس هي اقرب فريق. عندنا اربع خمس ست لعيبه بيلعبوا في الدوري المصري، عندهم اثنين ثلاث لعيبه اضافات بس، منهم الياس السخاوي ده بيلعب في كولن الالماني، ده افضل يعني لاعب كان ناقص في بطوله العرب، وفريق عادي يعني. واحنا يعني مستوى قريب من بعض قوي يعني، كل شيء وارد يعني. اصل كاس العالم دي مباراه ذهاب واياب، فيعني هي مباراه بتعتمد على يعني الدوافع بقى وامكانيات اللعيبه والاضافات اللي احنا عندنا يعني. لا نقلل من المستوى اللي احنا عندنا، كارثه هجوميه في بطوله العرب دي، كان عندنا كوارث هجوميه، ما عندناش قدرات، ما صنعناش فرصه قدام تونس، ولا صنعنا فرصه قدام الجزائر، ولا صنعنا فرصه قدام قطر. انت متخيل يعني؟ يمكن في الوقت الاضافي او في الوقت الاخير صنعنا فرصه الانفراد لمحمد الشريف وبتاع، لكن فرص حقيقيه يعني مفيش. فانت بتتكلم على مصطفى محمد، بتتكلم على عمر مرموش، بتتكلم على محمد صلاح طبعا، بتتكلم على تريزيجيه، بتتكلم على احمد ياسر ريان يعني، بتتكلم على رمضان صبحي، بتتكلم على عبد الله السعيد، قوه هجوميه لا يستهان بها.